دجاج بطاطس شو نسوي شو نسوي شو نسوي؟ عرفت اليوم شنو راح نسوي؟ اليوم راح نسوي دجاج بكرات البطاطس. راح نستخدم صلصة البشاميل والطماطم والموزاريلا وجبنة الكريمية لتطري الطبق. عندنا هني بطاطس مسلوق، ننزل عليه الجبنة الكريمية وراح نزيدها شوية بهارات ملح وفلفل أسود. بنكورهم ونحطهم في الثلاجة لمدة 10 دقائق لما نسوي الدجاج. وبشذي حصلنا على احلى طبق باستخدام صوص الطماط والدجاج الزائد اللي عندنا من امس. راح ناخذ الدجاج وبنحطه في قاع البايركس، وطبعا الطبق ما راح يكتمل الا مع موزاريلا. نحط كرات البطاطس وبعدين راح نضيف لها صلصه البشاميل. وعليكم الف عافيه.